تغير شيء. انت الان انهزمت بخمسه، يعني تفكر المباراه الثانيه انك تنهزم باهداف اقل؟ لا بس المباراه الثانيه مع مين تلعب؟ بس أداء يعني مهما كان، مع مين تلعب؟ مهما كان تلعب مع منتخب الاوروغواي. شوف اخوي بندر، انا شفت المباراه وتواجدت في الملعب، اللعيبه من اساسا ما كانوا مهيئين للمباراه، نزولهم الملعب قبل المباراه، مباراه الافتتاح، مباراه الافتتاح، مباراه الثانيه، يعني حتى لما تشوف تسخين، حتى لما تشوف الاداء ما في تفاعل، ما في تحس انه الواحد جاي مغصوب انه يلعب. انت مهيئ لك اشياء كثيره وموفر لك اشياء كثيره وموفر لك الدعم الكثير، حتى التسخين انت ما قاعد تشوف فريق قاعد يسخن. يعني احنا نعرف الحماء او اللعيبه دول يعرفون او المدربين 35 دقيقه هذه لازم يكون فيها حماء، يكون النفس الاول للاعب. فلما نشوف يعني الفتره او المباراه الاولى كنت تسخن 20 دقيقه او 25 دقيقه، يعني ما في حتى ذاك الجهد اللي انت قاعد تسويه. ايضا الحراس لما تشوف تسخينهم ما في جديه، ما في حماس، فانت تستغرب من الاشياء هذه. انت فريق معسكر وفريق مهيئ لك انك قاعد تقدم اداء افضل، يعني احنا بس ندور النتائج اني اخسر خمسه ولا اخسر ثلاثه، لا مو مقياس. العب بروح، اخلص، ونتائج بعلم الغيب، ما في مشكله. بس انت حسس انه في ناس قاعده تلعب داخل ملعب، يعني احنا قاعدين نلعب باصين ثلاثه ونرجع ورا، باصين ثلاثه ونرجع ورا. الى متى انت حتلعب الطريقه هذه؟ التفكك بين الدفاع والهجوم، بين راس الحربه بعيد، ما توصل الكرات امدادات. المشكله بندر الفريق كله، يعني انا ممكن استثني المباراه الاخيره، خليني اقول هتان الشجاع قدر يمرر، قدر يحاول، قدر يشوت. ايضا البليه اللي كان برضو اتوقع انه هو مستقبل يعني قادم في الكره السعوديه مع هتان بهبري، اللي هم يمكن اثنين هذول اللي ممكن يعني نامل فيهم شيء كبير. بالرغم من قصر التجربه بالنسبه لهما، الثقه موجوده، ثقة اللاعبين اللي هو البليهي وبالنسبة هتان بهبري كانت موجودة. اختفاء اللعيبة الدوليين اللي احنا كنا معولين عليهم سواء من خط الدفاع او خط الوسط او الهجوم او الحراسة برضو. المنتخب المفروض انه يستفيد من الكورة الثابتة، للأسف صرنا احنا نسجل فينا من الكورة الثابتة، يعني جانا خطأين او ثلاثة على 18 ركنيات، ما في اي استفادة بالنسبة من الكرات العرضية. على مستوى الروح